الهند ثاني أكبر سوق للهواتف في العالم، إذ بيع فيها أكثر من 200 مليون هاتف العام الماضي. قبل 10 سنوات كان أغلب هذه الهواتف مستورداً، لكن الآن أصبحت الدولة مصدراً صافياً للهواتف مع احتلال سامسونج وأبل الصدارة. يتلخص هدف الهند على المدى القريب في عكس تناقص حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفة تصدير سلع بقيمة تريليون دولار. والآن هناك توجه نحو تنويع الإنتاج في دول أخرى بجانب الصين، في ظل سعي الشركات العالمية الكبرى لتخفيف المخاطر الجيوسياسية ومخاطر تباطؤ الاقتصاد الصيني عبر تنويع سلاسل التوريد لديها. اشتهرت الهند بأنها المكتب الخلفي للعالم منذ تحرير اقتصادها في التسعينيات، ولكي تنضم إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة تحتاج الحكومة منها أن تصبح مصنعاً للعالم كذلك.